قال الأستاذ حسام الدين جابر سالم المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية إن وحدة المصير هي أساس العلاقات بين البحرين والإمارات، وأشار إلى أن البلدان تجمعهما علاقات استراتيجية قائمة على دعائم مشتركة أرساها الآباء والأجداد. للدخول أيضا إلى العلاقات إلى كلمة سيد صاحب الجلالة في بذكرى 50 على اليوم الوطني الإماراتي، عندما قال أن لدولة الإمارات مكانة خاصة في قلب كل بحريني، وأيضا في كلمة التهنئة بمرور 51 عام أن العلاقات بين البلدين علاقات استراتيجية قائمة على أساس دعائم التي أرساها الآباء والأجداد المؤسسون، انطلاقا من الطموح الشعبي وسعيا إلى تحقيق الطموح الشعبي، وقد حرص السيد صاحب الجلالة على استمرار ودعم هذه العلاقات الاستراتيجية. كما هو معلوم للجميع أن البحرين والإمارات هم دولتان تتفقان في التاريخ وتشتركان في كثير من مناحي التاريخ وتطوره، ولديهم مواقف مشتركة من كافة الأمور التي تهدد أمن واستقرار البلدين وتدعم أواصر التعاون في مختلف المجالات سواء الأمنية أو الاقتصادية أو غيرها. لذلك سنجد الموقف الإماراتي سريع في الاستجابة لأي تهديد أو أي تحدي بالنسبة حق البحرين، وأيضا الموقف البحريني سريع ومستجيب لأي تحدي أو تهديد يمثل تهديد على الإمارات، لأنهم وحدة المصير أساس في العلاقات.